نسبة المصابين بداء السكري بالخليج والعالم العربي هي الأعلى بالعالم بسبب العادات الغذائية السيئة بحياتنا اليومية. الشيف جوزيف اليوم رح يعلمنا أطباق صحية لكل مرضى السكري. شو شايف اليوم عنا حلقة صحية؟ اليوم حلقة صحية من الحلقات الأسبوعية. أكيد في من أكثر الأمراض بالعالم هي السكري، وأكثريته بيجي بالوراثة، أما من العادات السائدة اللي بعد حياتنا أكل، أما قلة رياضة، أما طريقة الأكل قبل النوم، ولا كيف بيصير استهلاك وجباتنا خلال النهار. أوكي. وبنفس الوقت عدم توازن وجباتنا، مش بس قصة إنه إذا أكلت متأخر ونمت دغري كمان بتأثر، كمان توازن الوجبات هو كتير بيأثر على صحتنا. كيف يعني توازن الوجبات؟ يعني نحن اليوم مثلاً بس نفكر بالأكل، لازم نعطونا نفكر بروتين، ألياف، نشويات أما سكريات بالإجمال. أوكي. ودهون. أوقات نأكل أكل أكتريته نشويات مثل الرز مثلاً. ملانول مثلاً طبق مندي. بقلبه كتير غز وسمنة. بس منكتر غز كتير وبكون عادةً ناكل رز كثير مع والسمن اكثر ما بناكل مثلا البروتين خضار والياف 100%. ما بقلبوا خضار كثير، فهذا كمان اسمه عدم توازن بالوجبه. اليوم حنعمل كم وجبه. حنعمل اول شيء سلطه مع اللحمه مثلا، هون عم نقسم بروتين فيها جزر، فيها سلري، الياف عاليه، كرياتين، فيها تفاح، فيتامين سي. حلو. هيدي اسمها وولدورف سالاد، كثير مشهوره بالعالم. حنعملها مع لحمه، بتكون وجبه كامله، فيها تكون وجبه غدا كاملة متكاملة لشخص بده يعني ياكل ويشبع وبلا ما يصير فيه مشاكل بالجسم من ناحية الدهون كتير ولا نشويات كتير. هلا حنبلش اول شيء باللحمة منشوية. اي نوع لحمة يا شيف؟ هون عم نستعمل فوفيليه، فينا نستعمل فيليه، فينا نستعمل اشياء على طول نقي الاشياء ما فيها دهون هبرة. هلا انتبهي، اللحم الحيواني سمك دجاج ولا سمك ولا لحمة حمراء، سمك دجاج ولا لحمة حمراء فيهم دهون غير مشبعة، فيهم منيح للجسم. مش هيك نحن على طول بننبش على اللحمة المنيحة، يعني مصدرها موثوق حتى نعرف انه اكلين علف مضبوط، سو ما فيهم اي اشياء ممكن تضر بس هيدي مش امبوسيبل يا شيف. لا لا مهمة مستحيلة يعني موجودة، ما حدا في بلد بالعالم بقى بفوت لحوم مش مغبية مضبوط لعنده على بلده، بس اذا بلد مثل الامارات يعني كله بتشيك على الورقة، يعني بنحط بنعمل فحوصات قبل ما تفوت المواد على البلد. لذلك على طول لازم ننتبه شو عم نشتري، لانه كمان حتى الدهون فيها دهون اللي باللحمه هي اوقات منيحه للجسم، يعني مزبوط بحاجه نحن يعني لدهون بس بطريقه يعني بشكل معتدل 100%. وهي الدهون كمان عندها امباكت، يعني عندها شو بيقولوا نتيجه مباشرة على السكر، يعني حتى الدهون ممكن تأثر على السكر عندنا تعليه بطريقة أخرى. لذلك لازم على طول نفكر ناكل بالأكل قليل الدهن حتى لو معنا بس سكري. انتبه على الموضوع على طول، يعني مثل ما بيقولوا إنه نتجنب الأشياء اللي بتعملنا لبعدين أمراض، لأنه هو كمان السكريات، الدهون الزايدة، النشويات الزايدة، كثير دهون ممكن تعملنا ضغط عالي بالدم. ضغط عالي بالدم، حتى الدهون مثل ما بنعرف في أشياء من دهون اللي ما استهلكناها، اما حتى السكريات اللي استهلكناها تتحول لدهون اما لسكر بالعكس حسب الجسم كيف عايزه. مزبوط. فما ننتبه على الشغله على طول. لذلك وجبتنا لازم تكون على طول متوازنه، نتجنب بحياتنا بعدين اي مشاكل صحيه. فهيدي هي شو بيقولوا التوازن بالوجبات، لانه مثل ما قلنا 70% اكل من مطبخ و30% حياه لايف ستايل رياضه. مزبوط. كيف بعمل رياضه، كيف بمشي، كيف حرك حالي. هلا عم بيحمى زيت، حناخد السلري.